ما يخش كورتو. هو الدفاع كما قلت ينقذ الموقف، ترجع الكره لصالح النادي الصفاقسي. حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي يتوغل، حمزه المثلوثي يوسع، والكره كانت باتجاه علاء الدين المرزوقي. كم شوفوا يعني المجهود الكبير من حمزه المثلوثي وابعاد الكره من موزيس الى الحال لقاء الافريقي. ينفذ التماس على الدين المرزوقي والكره ترجع المثلوثي يسدد، والكره في دين الحارس. ممتازه تسديده من حمزه المثلوثي والحارس في المكان الملاصق. شوفوا التماس طويل وكره راجعه من الدفاع كما جات. حمزه المثلوثي ياخذ، بينما النادي الصفاقسي يحاول في البدايه، وهذه كره والرسيه. ممتاز الحارس ميلان، لا ضربه مرمى ما لمسش الكره. على كل في اتجاه الكره سيميلان، والاعاده امامكم توزيعها من حمزه جلاسي وراسيه وليد القروي. عرب الافقيه بقليل، ثم الهجوم يتواصل، والممتازه القروي، والكره كانت بداخل الرجل لكن بعيده. حبي باغت بها الحارس سيميلان. امامكم وليد القروي لعب يعني اكد جدارته بال طبعا الانتماء للتشكيله الاساسيه للنادي الهلال. الكره عند الملعب الجيبسي، كيف كيف يحاول، والتسديده السهله في دين ايمن دحمان. شوط اول متوسط نجم نقولوا، كانت فيه اسبقيه على الدين المرزوق. على الدين المرزوق يختار التسديد، وتسديده مباغته ممتازه يتصدى لها الحارس سيميلين. برشا تصديات لهذا الحارس سامي هلال امامكم، والركنيه شوفوا المباغته تسديده عملت جسم الحمدوني. واحد اثنين مع حمزه الجلاسي، تتعدى الحمدوني يدخل الدفاع والمطالبه بمخالفه. حمزه المثلوثي شوفوا هذه الاعاده، المطالبه بمخالفه، والكره عند كريس كواكو لحمزه الجلاسي. حمزه الجلاسي يلعب مع جسم الحمدوني، يخرج كرة على الدين المرزوقي. وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدين الكرام، على الوطنية الأولى يعلن الحكم كريم الخميري عن نهاية الشوط الأول من لقاء النادي الصفاقسي وضيف الملعب الجيبسي بنتيجة التعادل السلبي. الفترة الثانية كل فريق قام بالتغيير وانطلاق الشوط الثاني. مشاهدين الكرام، على الوطنية الأولى الشوط الثاني من لقاء النادي الصفاقسي وضيف الملعب الجيبسي. التماس يلعب مع المرزوقي، جويني يوزع داخل مناطق الجزاء، التحذير والتسديد من حمزه جلاسي، تضرب في الدفاع، ما زالت تلعب الكره على الدين كاساسي وكظهير ايسر في تشكيله النادي الصفاقسي. والكره عند حمزه جلاسي داخل مناطق الجزاء، يوزع واختير الكره وسهله سهله. الموقع كان اختير، يعني كره عند فراس شوات تقريبا مواجهه للمرمى، ولكن التسديده ما كانتش قويه، هيك علاش كانت في نفس الوقت اختيره ولكنها سهله. شوف الاعاده بكل برود الدم، حمزه جلاسي يعطي كره في طبق لفيران الفريق المنافس، تتنفذ الركنيه والراسيه، يرجعها الحارس والدفاع. الصفاقسي يرجع من جديد للهجوم ويهدد، هذه الثاني مره على، ولكن فيما عدا ذلك المباراه تدور في كنف الروح الرياضيه بين الفريقين. تتنفذ المخالفه والكين المرزوقي يستعد، كذلك حبيب الوسلاتي ينفذ، والهدف الاول، الهدف الاول لصالح النادي الصفاقسي. الهدف الاول حبيب الوسلاتي، والكوتشينج يعني منذ دخوله اول كره لهذا اللاعب يكون مع الشباك ومخالفه مباشره. شوفوا الفنيات الكبيره، يعني كيف نفذ المخالفه، كانت مقوسه في اتجاه المرمى، ما خلاش حتى فرصه للحارس. حبيب الوسلاتي ينفذ، والكرة يعني في تقريبا مكان استحالة للحارس أنه يصد هذه الكرة قوية تقريبا تحت العارضة الأفقية. قلت كرة كانت مقوسة بتنفيذ فيه برشا فنيات، ما خلاش الفرصة للحارس سامي هلال حتى يرجع هذه الكرة. وكما كنتم تشوفوا يعني الهدف يعلن على السبورة الجديدة بالنسبة لملعب الطيب المهيري. حبيب الوسط بين اللاعبين على مستوى الرواق الأيمن، كرة عند حبيب الوسلتي. حبيب الوسلتي يلعب الكرة على الدين المرزوقي، خرج كرة. هذه هي الكرات اللي يبحث عليها في رسوات، هذه الكرات اللي كنت تتحدث عليها منذ قليل، وفرصة الثانية تضيع
على مهاجم نادي السفيق سفير الشوار. عملية ممتازة جدا انطلقت من حبيب الوسلاتي علاء الدين المرزوقي يروض ويعطي كرة في طبق مرة أخرى لفراس شوات، لكن الحارس يتصدى. وانتصار الجولة الماضية أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في المنستير بالذات، والمخالفة تتنفذ لخالد الغرس اللاوي، وخالد المليتي يسدد وتسديدة ثانية جانبية، وغيرهم من اللاعبية اللي غادروا الملعب الجيبسي في الموسم الماضي. هذه كرة في اتجاه سيف الدين الجزيري يسدد والحارس لتعديل النتيجة من فريق الملعب الجيبسي. شوفوا يعني خذا الكرة طول الحارس أيمن الحارسي أمام مناطق الجزاء، ماذا يفعل بالكرة؟ يتقدم يسدد والحارس. مشكو في المباراة يأخذها سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري يوزع، ثم جيليني عبد السلام ويدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية، ثم حبيب الوسلاتي. وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدين الكرام على الوطنية الأولى يعلن الحكم كريم الخميري عن نهاية المباراة بين النادي السفيقسي وضيف الملعب الجيبسي لحساب الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بانتصار سادس على التوالي للنادي السفيقسي. حقه لحبيب الوسلاتي عن طريق مخالفة مباشرة دقيقة 65.